السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. فإذا قضية الزنا أيضا مهمة، هي من جملة الأمور المهمة. ليش الآن اللي على المنابر يتحدثون عن مثلا زنا قطام؟ مثلا بعض الخطباء سمعوهم على المنابر يقولون قطام كانت زانية، هاي اللي حرضت عبد الرحمن بن ملجم على قتل أمير المؤمنين عليه السلام. ومن يذكر ذلك العلامة المجلسي في البحار يقول قطام كانت امرأة زانية. زين هذا ايش قد مهم؟ وخلاص قولوا بس حرضت على قتل أمير المؤمنين. ليش تصرون على قضية زانية بعد؟ وين شهودكم الأربعة؟ ما تستحون، ما عندكم شهود أربعة مو شكل؟ يعني شوف هذا الكلام اللي خلط الأمور. وهذا بعض الناس هم يقولون شلون هذا الشيخ يحكي على عائشة؟ وين شهود الأربعة؟ وما فاهم، ما متعلم أنه أولا كلام المعصوم يحل محل الشهود الأربعة، ما نحتاج إلى شهود أربعة مع وجود كلام المعصوم. أصلا الشهود الأربعة نجيبهم في مقام التقاضي، في مقام إثبات الجريمة لإجراء الحد، وإحنا في هذا المقام، إحنا في مقام بيان حقيقة تاريخية.